طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب، سعداء باللقاء والتواصل المستمر معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة. تعالوا النهاردة في هذه الحلقة وإحنا سهرانين مع بعض نتكلم معاكم في أخطر مؤامرة معمولة ومخطط ليها منذ سنوات، عايزين يطبقوها عام 2023 هذا العام. هذه المؤامرة أصبحت لا تخفى على الكثير من الناس، وأنا اتكلمت معاكم قبل كده في الصراع الكبير ما بين الجنود الربانية والمخططات الشيطانية، الصراع ما بين معسكر الإيمان والنفاق، هذا الصراع الذي لا يرى ولا يستشعر به إلا أهل البصيرة. طبعا شفنا في الساعات القليلة الماضية الكلام الكثير جدا مكثف في الساعات اللي فاتت عن الكائنات الفضائية واحتمال حدوث غزو فضائي. ايه علاقة هذا الكلام بالحكومة العالمية الموحدة؟ هل وصلوا لمكان الدجال؟ تعالى نسمع كلام مهم جدا في هذه الحلقة. تعالوا نبدأ الكلام بتاعنا ونقول لكم ان التمهيد لموضوع الغزو الفضائي بقاله سنين طويلة جدا، وهم شغالين، هم دول معسكر النفاق شغالين يعني منذ سنوات في هذا الملف. والمنطقة 51 الأمريكية في الصحراء الأمريكية تشهد على ما يفعلونه. وطبعا أي حد يتكلم عن المنطقة 51 اللي الأطباق الطائرة بتتعمل فيها من أيام الأبيض وأسود، زي المشاهد اللي بتظهر قصادنا، بيتم التنكيل به ويتم الاستهزاء بكلامه، ولو زع صيته شوية ممكن يقتلوه ويخلصوا منه علشان خاطر يرسخوا للكذبة الكبرى، ألا وهي كذبة الفضائيين وإن في كائنات فضائية. احنا عايزين نقول حاجة للناس، الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الناس استشهدت بهذه الآية وقالوا إذن يحتمل أن تكون هناك كائنات. نحن لا ننكر، افهم تأصيل الموضوع، الحكاية مش حكاية ان في كائنات ممكن تبقى غير الملائكة غير الانس غير الجن موجودة في السماء، مش ده الموضوع. الموضوع اللي ده هيدخلنا بقى في قضايا يعني متفرعة علشان تكتشف الناس اللي بتسأل كثيرا وتقول هو ايه فايدة ان بيسألوا وبيقولوا لنا شكل الارض ايه وشكل السماء ايه والقرآن بيقول ايه وناسا بتقول ايه، ايه فايدة هذا الكلام؟ هو ده فايدة هذا الكلام. انت لازم تعرف ان النظام الكوني نظام مغلق. يعني ايه؟ يعني السماء مغلقة، لا يستطيع احد ان يدخل ولا ان يخرج الا باذن من الله، والذي جاءت لنا النصوص واخبرتنا انه عبر من اقطار السماوات هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واحنا في رحلة الاسراء والمعراج، والمناسبة هي الرابطة هي، واحنا في شهر رجب يعني ممكن نعمل ليكم اطلالة لها صلة بعلم آخر الزمان ونربطه بذكرى الإسراء والمعراج في حلقة علشان خاطر تفهم مين اللي نفذوا من أقطار السماوات. طبعا في غير الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، مش ده هو مقام الموضوع، لكن عايزك تفهم طبيعة المؤامرة اللي شغالة على حضرتك انت اللي مشغول، المواطن العربي اللي مشغول بلقمة العيش ومشغول بالأسعار ومشغول بالذي هو أدنى عن الذي هو خير، طبعا غصب عنه لأن ده مخطط محكم علشان خاطر كل ما الناس داخت في مصاعب الحياة
كل ما بطلت تفكر، ولو بطلوا يفكروا ده في مصلحة مين؟ حكام العالم الحقيقيين. أنا بقول لك كلام مهم، فشارك هذه الحلقة واضغط على زر الإعجاب، وشارك الحلقة على جميع المنصات علشان خاطر نفهم مع بعض الموضوع ماشي إزاي. طبعا هم عايزين يرسخوا عند المسلمين بالتحديد أهل التوحيد، لأن الأرض باختصار لا يوجد الآن أيها الأحباب على الأرض موحدين إلا المسلمين، يعني أهل الكتاب كفار، أهل الكتاب ليسوا موحدين الآن. أهل الكتاب بيقولوا أن ربنا ثلاثة، بيقولوا أن ربنا ابن الله المسيح ابن الله، أو أنه هو الله، أو أنه ثالث ثلاثة. اليهود ليسوا موحدين، يدعون أن الله واحد. طيب وقالت اليهود عزير ابن الله، مش ده قرآن؟ ذلك قولهم. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. حتى الناس اليهود اللي بيؤمنوا بموضوع التوحيد ينسبون إلى الله المعايب، يعني أنت لا تتعامل الآن إلا مع أهل التوحيد بين قوسين اللي هم المسلمين. طيب المطلوب من المسلمين في هذا التوقيت؟ المطلوب ان احنا نشككهم في الخالق سبحانه وتعالى، بين قوسين عقيدة الرائليين اللي كلمتكم كتير عنها. باختصار عقيدة الرائليين هي عقيدة منتشرة في أوساط أوروبا وما بين الملحدين العرب والمسلمين سابقا، يعني اعتقادهم إن الخالق ليس الله، لا يوجد الله. طبعا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. بيعتقدوا أن الكائنات الفضائية هي التي خلقت الإنسان، وأنها ستعود في مرحلة ما لكي تدافع عن الكائنات اللي هي خلقتها، بين قوسين البني أدمين. طبعا هذه الفكرة الآن من يروج لها؟ ناسا وأزنى بها. تعالوا نشوف مع بعض اللعبة اللي البهوات شغالين عليها والمسلمين للأسف مش منتبهين. أول حاجة هو البنتاغون بيقول أنه بالإمكان أن أجانب يزوروا الأرض، والبنتاغون أعلن أن هناك احتمال أن تكون أو أن يكون زائرنا كائنات فضائية، وده احتمال غير مستبعد، ده كلام البنتاغون. الأجسام الطائرة اللي هم بيصنعوها في المنطقة 51 من أيام الستينات والسبعينات، وعرضنا ليكم هذه المشاهد أو في بداية الحلقة، بيحاولوا ان هم ينشروها علشان الناس لما تصور هذه المشاهد يقولك دي كائنات فضائية جاية من الفضاء، وهم يعلمون جيدا أن النظام الكوني مغلق، بدليل ان هو في صحراء امريكا. انا بديك حقيقة اهو علشان تعرف انت ازاي كمسلم متحوك عليك الا من رحم الله. في صحراء امريكا بيضربوا الصواريخ وتصطدم بسقف السماء، عارفين ان للسماء سقف، وعارفين ان القرآن حق. كفر الجحود والاستكبار والعناد دول احفاد ابليس، دول جنود ابليس من الانس، لازم تفهم كده، دول خونة للجنس البشري، لازم تفهم هذا الامر جيدا. بينشروا العلماء اللي تبعهم علشان خاطر يضحكوا على الناس، الكائنات الفضائية تريد التواصل معنا والسبب مجهول. هو خبر زي ده علشان انت من غير ما تحس تشرب فكرة ان في كائنات فضائية. مفيش حاجة اسمها كائنات فضائية قولا واحدا، حتى لو ان هناك كائنات، وده اللي القرآن ألمح له، لو ان هناك كائنات حية تعيش في السماوات فلن نستطيع أن نتواصل معها. ليه؟ لأن في حاجة اسمها أقطار السماوات والأرض، ولا يستطيع أحد أن يعبر هذه الأقطار. خلاص كده فهمنا، والقرآن صريح علشان محدش يخرج ويقول لنا فين الدليل. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لكن عقيدة الرائليين زي ما قلت لكم إن اللي خلق البشر هم الكائنات الفضائية،
إذا يقدروا يعدوا ويروحوا ويجوا براحتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الصين وأمريكا بيمسكوا في بعض في كل حاجة، ولكن بيتظاهروا إن هم أعداء، ولكن في موضوع الكائنات الفضائية حبايب. ليه؟ لأن اللي بيديهم الأوامر جهة واحدة، حكام العالم الحقيقيين. الصين تتهم أمريكا بإرسال مناطيد فوق أجوائها. جنرال أمريكي بقى بيقول إيه؟ الأجسام التي أسقطناها ربما من خارج الكوكب، على افتراض يعني إن الأرض كوكب، يعني هي جت على دي بجملة الكذب اللي هم بيقولوه أن الأرض كوكب، والأرض ليست كوكب بنص القرآن، لأن الكواكب خلقها الله زينة. فهل الأرض خلقها الله زينة؟ تعالى الله عما يقول الكاذبون علوا كبيرا. الأجسام اللي أسقطناها ربما من خارج الكوكب، الصين بتقول كده هوت علشان خاطر أنت يتمهد لك فكرة أن في فضائيين. طيب الحكومة الموحدة، النظام العالمي اللي بيهيئوه للدجال، ايه بقى صلته بالكلام دوت؟ صلته ان هو هيبتدي يقولك ان احنا في خطر، وان امريكا البطل المغوار طبعا، في عشان الناس الطيبة الساذجة تصدق فكرة البطولة الوهمية بتاعت الزانية الكبرى. يقولك ايه؟ يقولك الامن في أمريكا الشمالية، الجيش الأمريكي بيعلن إسقاط جسم طائر. يا سلام، بدأوا بقى الحرب، بدأت الحرب اهو مع الكائنات الفضائية. طيب الحرب مش لازم أي حرب قادمة تحتاج لممول؟ طيب مين المغفلين اللي هيمولوا؟ انتوا عارفين مين؟ عارفين مين اللي هيمول الحرب دي؟ أي حرب لازم من وجود ممول. الممول معروف اللي هو الايه؟ الدول العربية الغنية اللي بتعوم على البترول، اللي عندها مستوى اقتصادي، لازم يضحكوا على هذه الدول ويقلبوها، وهذه الدول تدفع، لان انت لو ما شاركتش على الحرب الفضائية دي معانا بالاموال، ممكن نزق عليك طيارتين فضائيتين او جسمين من الأجسام الفضائية. طبعا شر البلية ما يضحك، هو ده المشكلة اللي احنا واقعين فيها للأسف الشديد. طيب ايه كمان علشان يحبك عليك الموضوع؟ يقولك ايه؟ سيناتور امريكي بيطالب باطلاع الامريكيين، ما هو بيستغفل برضو الشعب الامريكي، بشفافية على ملابسات اسقاط الاجسام الطائرة فوق البلاد. لازم نعمل تحقيقات علشان خاطر يحبك الموضوع. يقولك في الاخر التحقيقات تأكدنا ان في اجسام، يلا كل واحد نلم منه، من الشعوب العربية الغنية نلم منهم علشان نصرف على هذا أو على هذه الحرب طبعا، ويجي لك في وقت معين. انتبه بقى للي جاية دي، المفاجأة الكبيرة. يجي لك في وقت معين يقول لك قطعنا أشواط كبيرة لإيه؟ في الحرب مع الفضائيين. هو انت شفت فضائيين؟ ما شفتش. زي ما هو بيقول لك ان الأرض كرة حقيرة معلقة في الفضاء، ولا انت شفت حاجة. زي ما هو بيقولك الارض بتتحرك وبتدور، وانت بتقول له انا موافق الارض بتدور، اي حاجة هو بيقولها لك انت بتصدقه فيها. فهيقولك الفضائيين، ويجيب لك كم صورة على كم جسم هو مصنعه، على كم طيارة شكل طبق طائر في المنطقة 51 الامريكية بتصنع، وانت جنابك هتشرب الموضوع وتقول اه ده حرب شرسة، ربنا ايه يكون في عونهم، ربنا معهم. ويجي في توقيت معين يقولك لا، الحرب شدت وأصبحت شرسة جدا، ولا بد من نظام عالمي موحد عشان يواجه الخطر اللي جاي من الخارج، بين قوسين التمهيد للدجال. شفت بقى الموضوع ماشي ازاي؟ التمهيد للحكومة العالمية الموحدة. ولا ربما بعد ما يصل للهدف بتاعه، وان شاء الله مش هيلحق يصل لهذا الهدف، يخرج علينا ويقول لنا ده احنا اكتشفنا ان الكائنات الفضائية دول ناس طيبين، ودولك ناس كويسين، بين قوسين الخداع البصري بتاع الدجال علشان خاطر يضحك ويخدع الناس. طبعا موضوع
كبير جدا اهو، البنتاغون لا يستبعد ان تكون الاجسام الطائره فوق امريكا قادمه من خارج الارض. شوف بقى الموضوع بقى اللعب على المكشوف علشان تعرف ده ار تي الروسيه، عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. هذه هي اكبر مؤامره قادمه هتزداد الوتيره الفتره القادمه. علشان كده عايز اقول لك انشر الحلقه على جميع المنصات، ولا تنسونا من صالح الدعاء. مش عايز اطول عليكم في هذه الحلقه، ويعني للحديث بقيه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.